أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حلم حياة. طبعا كلنا في الفترة الأخيرة سمعنا عن ترند عروسة كفر الدوار، أو الترند المعروف باسم العروسة المخصوبة. فالنهاردة هنعرف الفيديو اتنشر إزاي، وهل الفيديو ده أثر على أصحاب الترند ولا، يعني أثر على البيوتي سنتر اللي هو بتاع أسماء صبري ولا لا. طيب علاقتهم بالعريس والعروسة إيه؟ طيب الترند ده فعلا يعني ممكن ناس تقول لك إيه الميك اب هو اللي غلطان، وناس تقول لك العريس هو اللي غلطان، مين اللي غلطان؟ كل ده هنتكلم فيه في حلقه النهارده، وهنتكلم عن الميك اب واسراره. طبعا كلنا عارفين ان الميك اب هو سر اسرار المراه، يعني المراه بدون الميك اب هيبقى الايه الوضع صعب، وفي ناس كتير جدا ما تعرفش تعيش بدون الميك اب وما تعرفش تمشي بدون الميك اب. فالنهارده هنتكلم عن اسرار الميك اب، وهنعرف استخدامات الفاونديشن وايه هو الفاونديشن اساسا. ناس كتير ما يعرفوش الفاونديشن، وهل الفاونديشن مهم في الميك اب ولا لا. وهنتكلم عن النو ميك اب والميك اب الكامل، يعني امتى الواحده تعمل نو ميك اب وامتى الواحده تعمل ميك اب كامل، وازاي اساسا المراه تعتني ببشرتها. يعني دلوقتي واحده عايزه البشره بتاعتها كويسه، وعايزه يعني ما فيش اي نمش، ما فيش اي حاجه، وعايزه الوش يبقى ناعم والبشره صافيه، تعمل ايه؟ وهل في حاجه بتثبت الميك اب ولا لا؟ وهل في سر بيخلي الميك اب ما بيتشققش؟ يعني ممكن واحده تقول لك ايه انا خايفه امشي في الشمس، وخايفه اساسا اخرج علشان خاطر الميك اب بيتشقق والميك اب بيسيح. وهنتكلم برضو عن الشعر، يعني الشعر ناس كتير ممكن تشوف شعرهم مجعد وشعرهم مكسر، وناس تانية تشوف شعرهم حرير. طب ايه السبب؟ وهل البروتين والفيلر والبوتاكس ليهم دور ولا لا؟ وهل البروتين والفيلر والبوتاكس ليهم اضرار على الشعر زي ما هم ليهم مميزات ولا لا؟ والفرد بتاع الشعر امتى يكون مضر وامتى يكون كويس؟ والصبغات بتاع الشعر، هل الصبغات بتاع الشعر بتأثر على الشعر ولا لا؟ كل ده هنعرفه مع ضيوفي اللي مشرفيني ومنوريني برنامج حلم حياة، اصحاب ترند العروسة المخصوبة أو عروسة كفر الدوار، المميزين جدا في عالم الميك اب، يعني ليهم يعني باع كبير في عالم الميك اب ومتميزين في عالم الميك اب، الميك اب ارتست أسماء صبري. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفت منورت برنامج حلم حياة، وخبير الشعر الأستاذ صبري يوسف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد، شرفت منورت برنامج حلم حياة. الله يكرمك، شرفنا بحضراتكم النهارده في برنامج الصحة والجمال. ربنا يحفظك، وأنت شرفت قناة الصحة والجمال، وشرفت منورت برنامج حلم حياة. الله يكرمك. في البداية عايز أعرف من حضرتك، يعني الترند اللي طلع اللي هو ترند العروسة المخصوبة، يعني الفيديو اتنشر ازاي؟ والله حضرتك هو الفيديو ده انتشر، يعني العريس اللي كان عاوز كده وهو حابب كده عامة يعني ماشي. فطبعا اما هو حب كده وعاوز كده والفيديو انتشر، وبعد ما انتشر هو كده طبعا ما كانش متوقع اللي يحصل كده جامد، فلما حصل كده نكر. بس انا معايا فيديوهات ومعايا حاجات زي كده. وبعدين عامة احنا جايين النهاردة عشان طبعا نتكلموا على الميك اب ونتكلموا على الشعر والكلام اكيد طبعا ده. بس لازم نوضح ايه للساده المشاهدين النقطه ديت، لان النقطه ديت ناس كتير جدا اتكلموا فيها في الفتره الاخيره، وكان في مؤيد وفي معارض، علشان كده احنا بنتكلم فيها. حضرتك بتقول ان الفيديو اتنشر بناء على طلب العريس. طبعا. تمام. طيب الفيديو بقى لما اتنشر وحصل ضجه كبيره جدا، والترند اللي حصل اثر عليكم بالسلب ولا بالايجاب؟ ترند العروسه المخصوبه بالعكس اثر بالايجاب احسن. واقول لحضرتك ناس من نفس بلدهم جم حجزوا كتير زفاف وخطوبه وي، واللي تقول لي ده انا البيت اللي جنبهم، ده انا الشارع اللي وراهم، يا بال جميع الدول العربيه اتصلوا علينا. احنا طبعا ما حدش كان يعرفنا، الدول العربيه كلها عرفتنا ودخلتنا، كنت فاتح لايفات ناس دخلت لنا، وانتوا ناس اشتهرتوا عندنا، وانت يعني هو انا بالنسبه لي ده خير ليا، عسى ان تكرهوا شيء وهو خير لكم. فده كان خير ليا. يعني نقدر نقول ان ترند العروسه المخصوبه لبيوتي سنتر اسماء صبري كان دعايه مجانيه. الحمد لله. تمام. هو بقى بالنسبه له طبعا دخل فيه غلط، الله يصلح حاله بقى بطريقته، واحنا استفدنا بيه بايه؟ بالدعايه بتاعتنا. كنت قلت لي في الكواليس بس في حاجه سلبيه، ان بعض العرايس دلوقتي بقى يقولوا ما تصورش. ايوه، وفي طبعا ناس خافت كتير بسبب ايه اللي هو عمله دوت. ففي ناس تقول لك ايه دلوقتي، لا يا عم صبري بس ما تصورش بالله عليك، او ما تنزلنيش. فانا دلوقتي بعمل ايه دلوقتي؟ ما انا اتعلمت، بجيب العريس كده اقول له يا عريس اصور صوت وصوره، اصور يعني حتى اللي يخش على صفحه التيك توك بتاعتنا ويشوف الكلام دوت، وانا مصطنف العريس بقول له يا عريس ايه رايك في العروسه؟ اقول لي قمر، اصور يقول لي صور، ما خلاص ما ده علمني اني نكر. رغم ان انا ما بعرف فيديوهات ليه؟ يبقى اعمل لهم بعد كده اقرار كتابي. ده انا بعد كده اوديهم اعمل لهم في المحكمه، اروح المحكمه خلي مضيهم. ماشي ماشي. هو الفيديو اللي منشور والناس شافوه، في يعني في لغه الشفايف العريس فعلا زي ما بيكون بيقول صور يا عم. طبعا. يعني اللي بيفهم في لغه الشفايف شايف ده. وانت قلت لي في الكواليس انك عندك
بعض الفيديوهات وده كويس جدا. وعايز اعرف اخر حاجه، ترند العروسه المخصوبه، علاقتكم بالعريس والعروسه دلوقتي ايه؟ في علاقه ولا العلاقه متوتره؟ لا طبعا ما فيش اي علاقات ما بينهم، لان هم طلعوا اتكلموا علينا كلام وحش وبتاع، بس الحمد لله ونشكر الله اللي دلوقتي الناس متفتحه. المشاهدين كلهم لما شافوا اللي هم بينزلوه اللي احنا بنزلوه، فطبعا المشاهدين كلهم الحمد لله كان الاول جايين علينا عشان كان على كلام تاني هم بيقولوا غلط. بس الحمد لله المشاهدين كلها معانا دلوقتي، مع احنا الحمد لله شغلنا زاد اكتر واكتر والناس اتعرفت علينا اكتر. انا بمشي في الشارع الناس بتنادي عليا، وانت كذا، والله بركب مواصله، انت فلان. الحمد لله احنا زدنا شهره، وهم الله يصلح حالهم بقى، هم عاوزين مش عاوزين، هي عاوزاه مش عاوزاه، الكلام ده احنا ما لناش فيه، احنا مش فاتحين مكتب حالات اجتماعيه في السنتر بتاعنا. هو اكيد طبعا انت بيوتي سنتر بتعمل ميك اب، فما لكش علاقه بان العروسه بتبقى عايزه العريس او لا؟ ما لناش دعوه بالكلام ده، ما لناش فيه. الميك اب ارتست المتميزه استاذه اسماء، عايزه تضيفي اي حاجه عن الترند، على ترند العروسه المخصوبه؟ لا لا احسن، مش عايزه اتكلم عنه اصلا عشان تمام علشان نخش في موضوعنا اللي هو الميك اب. عايز اعرف بقى امتى بداتي دخول عالم الميك اب، يعني بداتي من امتى ومين شجعك على ده؟ انا كده بقالي 8 سنين 8 سنين في المهنه، بس انا اصلا كانت هوايه في الاول، فبدات اخد كورسات، بدات اشتغل الاول في البيت وبعد كده اطلع بره العرايس، وبعد كده بقى فتحت المكان وكده عشان هي هوايه انا حباها اصلا. تمام، يعني انت في البدايه خدتي الموضوع هوايه وموهبه، أيوة. وبعد كده اثقلتي الموهبه ديت بالدراسه. لازم اللي هو عايز يعمل ميك اب لو عنده الموهبه يثقل الموهبه بالدراسه، هيبقى عنده ثقه اولا. لو عندك موهبه هتتعلم بسهوله جدا، وعشان هي عايزه الحاجه دي. تمام، الفاونديشن بنسمع كتير عن الفاونديشن، بيقولوا ان المراه ما تنفعش تستغنى عن الفاونديشن، والمتخصصين في عالم الميك اب بينصحوا دايما بالفاونديشن وبيتكلموا عنه كتير. هو عامه فعايز اعرف من حضرتك استخدامات الفاونديشن، الفاونديشن بيتم استخدامه في ايه وايه هو الفاونديشن؟ بص، هو الفاونديشن اولا لازم تستخدم ماتيريال تكون كويس، علشان الفاونديشن لو استخدمت اي ماتيريال وشمس كتير فما تبقاش حلوه على البشره، ولازم قبل ما تستخدم اي فونديشن يبقى فيه ترطيب للبشره. تمام، الترطيب ده يكون كويس عشان ما يخططش معاها، ما يعملش معاها يشقق ولا حاجه. فالفونديشن نوعه مثلا انا بستخدم كيكو، دوت بيبقى للبشره الدهنيه والجافه، يعني اللي حابب يستخدمه، وسعره يعني ولا هو غالي ولا هو سعره يعني يعني تمام. في النص. هناخد فصل ونرجع نتكلم مع بعض عن استخدامات الفاونديشن، ونتكلم برضو الناس عايزه تعرف ايه هو الفاونديشن، بس ده هنعرفه بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين فاصل، ثم بعد ذلك نرجع نستكمل الحديث. أعزائي المشاهدين، وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع ضيوفي اللي مشرفين ومنورين برنامج حلم حياة، يعني الضيوف المتميزين في عالم الميك اب، خبير الشعر الأستاذ يوسف صبري، صبري يوسف، والمتميزة الميك اب أرتست أسماء صبري. أهلا وسهلا بك مرة تانية. كنا قبل الحلقة أو قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الفاونديشن، وقلتي إن في أنواع معينة أنت بتحب تستخدميها، بس قبل ما أعرف الأنواع، الفاونديشن إيه العيوب اللي هو بيداريها؟ بصي، طبعا لو البشره فيها دهون دي لازم الاول قبل ما استخدم قبلها باسبوع باخد العروسه بعملها تنظيف بشره، طبعا بتبقى جذور لها 10 مراحل اجهزه، طبعا لازم اطفي الدهون اللي في البشره، وبعد كده بستخدم عشان استخدم الفونديشن على نظافه. تمام، يعني الفونديشن قبل ما انت بتستخدميه لازم تعملي تنظيف للبشره 10 جلسات؟ ما ينفعش ان انا استخدم على طول على الدهون، عشان ده اساسي، ممكن ساعتها الفونديشن هيخطط وهيسيح. تمام، يعني الفونديشن اول حاجه لازم نعمل تنظيف للبشره. طب ايه بقى العيوب اللي هو بيداريها؟ يعني انا دلوقتي انت ميك اب ارتست، بتعملي ميك اب لحد ماشي وبتستخدمي الفونديشن، بتشوفي ايه في وشه علشان تداري العيوب دي؟ اولا لو فيها هالات سودا بستخدم كونتور بس الوان حسب برونز وشها بشرتها، فبستخدم الكونتور. لو في مثلا يعني في واحده بتبقى بشرتها دهنيه جدا اللي هي في خروم كده في وشها،
فلازم طبعا بنسدها برضو بكونتور بس حاجة تانية. تمام. يعني نقدر نقول ان الفاونديشن فقط علشان يداري الهالات السوداء. بص اولا لازم تختار فاونديشن تبقى التغطية بتاعته عالية. بس قبليه لازم تسد كل المسام دي. تمام. طيب انواع الفاونديشن حضرتك بتقولي بتستخدمي نوع معين. الفاونديشن انواعها بتختلف؟ يعني دلوقتي أيوة لو حد طبعًا. استخدم فاونديشن رديء يبوظ البشره؟ في فونديشن بيبقى داخله زيوت، فالفونديشن اللي داخله زيوت دوت ما ينفعش للبشره الدهنيه، مش هيثبت على بشرتها. في فونديشن اللي هو جاف دوت اللي بيمسك في البشره على طول، دوت عايز يعني واحده تكون بشرتها دهنيه لكن التانيه عايز بشره تكون جافه شويه عشان يطري معاها البشره ما يمسكش في بشرتها. تمام. هرجع لك تاني بس انتقل لاستاذنا المشرف المنور. عايز اعرف من حضرتك الشعر، احيانا بتشوف شعر كله تجاعيد وشعر خشن وشعر بايظ، واحيانا بتشوف شعر حرير، بيكون ايه سبب ده؟ هل خامه الشعر ولا الحاجات اللي بتتعمل في الشعر؟ حضرتك هي بترجع لحاجتين، في حد هو كده شعره كده يعني هو نزل بيه كده، وفي حد كان شعره حلو فطبعا استخدم مواد حاجات وحشه فعملت فيه كده. لان حضرتك اول حاجه ما كانش فيه بروتين ولا فيلر ولا بوتوكس في الايام دي زمان، كان في حاجه اسمها جيلات وحاجه اسمها كرياتين. الحاجه دي كانت حاميه جدا، تبص تلاقي اللي بتعمل شعرها تقطم، لان هم كانوا بيعملوا لنفسيهم، يجيبوا مشط ويحطوا كده ويقعدوا ايه. طبعا بيجي لي حاجات كتير شعرها متقطع من الكلام ده. فبعديها نزل البروتين. بعد ما نزل البروتين دوت، يعني نقدر نقول ان الكرياتين اللي حضرتك بتقول كانوا بيستخدموه في الاول فهو مضر للشعر وانت ما بتنصحش بيه خالص؟ لا ما عادش حد بيعمله اصلا. من ساعه البروتين ما نزل خلاص في حاجه جيده نزلت. تمام. فالبروتين ده برضو انواع. تمام. البروتين ده انواع كتير قوي. طيب. فطبعا عايز اعرف الاول قبل ما اعرف انواع البروتين، عايز اعرف ايه هي استخدامات البروتين. يعني دلوقتي لما بتجيلك واحده في البيوتي سنتر عايزه تعمل بروتين في شعرها، بتعمل لها البروتين ده ليه؟ يعني ايه المميزات او ايه الفوائد بتاع البروتين؟ المميزات طبعا واحده جايه شعرها خشن خالص سلك، طبعا انا هفرده خلينا عن حرير. طب هتقول لي نجاحه ازاي او عشان يبقى حرير ازاي؟ ليه ثلاث مراحل عشان يبقى كويس ويطلع من تحت ايدي كويس. ايه هو اول مرحله؟ لازم يتغسل جيد جدا. يتغسل جيد جدا ازاي؟ عشان بيبقى فيه زيوت وكريمات وبتاع، فالماده ما بتمسكش والشعر فيه زيوت وكريمات، فلازم ننزل الماده دي منه الاول نمره واحد. فاحنا الواحده قبل ما تجينا الله بيومين ثلاثه شوفي شامبو حلو ينزل لنا الكريم والزيوت ده جامد، تجي لي شعرها ناشف وهايش لان ما بقاش فيه اي ماده من الزيوت او الكريمات. دي اول حاجه. ثاني حاجه لازم المنتج اللي هحطه في البروتين، طبعا في حاجه بادئه من جنيه ونص جرام لحد 10 جنيه. فانا طبعا كل واحد بقى وضميره، كل واحد وشغله. فانا طبعا عندي ماده كويسه بجيبها اروح فارد الماده على شعرها، لازم يكون الماده جيده، دي نمره اثنين. نمره ثلاثه الكبس، لازم تكون درجه حراره معينه، كبس كويس تبص تلاقي الشعر بعد كده تمام. بعد ما اخلص بغسل شعر العميله. اغسله ليه؟ في ناس ثانيه تقول لها طب يلا بقى واغسلي في البيت ان شاء الله هيبقى، لا انا عاوز اشوفه عشان اطمئن. تمام. غسلته نشفته شفته تمام. بخصوص انك انت بتقول لي في بروتين بجنيه ونص وفي بروتين ب 12 جنيه. تمام. لحد كده 8 10 7 كده يعني. انا عايز افهم هنا نقطه معينه، لان حد ممكن يروح يعمل بروتين عند حد يقول له 1000 جنيه. تمام. وحد يقول له 3 4000 جنيه. تمام. هل هو ده اللي بيختلف ولا المصنعيه هي اللي بتختلف؟ لا، نوع البروتين نفسه اللي يختلف. بص اقول لحضرتك على حاجه، اي مكان سنتر انا بطلع مصنعيتي 500 600 جنيه مثلا، 700 جنيه، يبقى اديتها 2000 هتطلع 700، اديتها 5000 هتطلع 700، اديتها 10000، ده اللي عنده ضمير. انما في ناس عشان يقول لك طب هو يمشي ليه؟ طب ما انا استفاد بيه. يروح عامل له، يروح رايح جايب له من ابو جنيه ونص ماده رديئه، يروح عامل له وهيطلع برده 700 جنيه بتوعه. طيب ضرر طبعا البروتين، ضرر البروتين اللي هو رديء على الشعر ايه؟ يعني دلوقتي واحده او واحد عملوا بروتين اللي هو الرديء في شعره، ايه اللي بيحصل في شعره؟ طبعا شعرهم بينشف، بيسقط، بيتقصف، وممكن يرجع. احنا بنقول سنه ممكن يرجع في نفس الاسبوع اللي هو معمول فيه. ده اللي هو البروتين لاي كلام، او الكبس وحش، او مش مغسول كويس، ثلاث حاجات دول. فانا معلش حضرتك يعني انا بنصح اي حد بيروح يعمل عند حد، يعني مثلا حد بيقول له 3000 جنيه ما يقولوش 1000 ويقول له ماشي، يبقى بيضحك عليك هيعمل لك حاجه رديئه. يعني انت دلوقتي بتقول للعميل فكر، شوف ده بيقول لك مثلا 3000 ليه وده بيقول لك 1000 ليه. هو الدهب فيه فصال، الفصال في المصنعيه، ده بيجي بالجرام زي الدهب بالظبط. تمام. طيب البروتين اللي هو كويس تمام ونوعه حلو، لو الاشخاص عملوه باستمرار
يعني المفروض البروتين ده يتعمل كل قد ايه؟ يعني مثلا كل كام شهر؟ دلوقتي حد بيعمل البروتين ده كل شهر. لا ما ينفعش. لو كويس حتى نوعه كويس. مش هينفع كل شهر. هو حضرتك انا بعمله وبقول للعميله اللي عندي سنه لو حصل فيه حاجه تعليلي. تمام. فهي ممكن تجي لي بعد شهرين ثلاثه، هي بتجي لي بعد شهرين ثلاثه ليه؟ عشان الشعر الجديد بيطلع. فممكن تعمل الجذور بتاعته دي بس. تمام. الجذور. معانا فيديو دلوقتي يعني الشعر يعني جميل وحلو، وعايزك تقول لي استخدمت ايه في الشعر اللي هو معانا ده؟ الشعر اللي معايا ده طبعا شايف حضرتك مجعد جدا. فده استخدمت له بروتين. لحد ما بقى حرير وحاجة. انا استخدمت له بروتين ليه؟ لان البروتين بيشد جامد. ما هو ده لو عملت فيلر مش هيبقى معايا حلو كده، رغم ان الفيلر اعلى من البروتين. بس البروتين اصلا حامي بيشد جامد. فانا الشعر دوت ده معمول بروتين. ده لو عملته فيلر، ولو ان الفيلر اعلى، البوتكس اعلى. بس كل شعر المفروض انت العميله ما تجيش تقول لي انا عاوز اعمل بروتين، انا عاوز اعمل فيلر. لو سمحت انا عاوز اعمل شعري انا اللي اقول، لان دي شغلتي انا. نقطه مهمه ان انت سيب المتخصص يعمل لك بس الحاجه اللي انت عايزها. تمام. انت ليك ليك عندي نتيجه. ماشي. يعني في واحده ساعات تقول لي عمو هو ايه ده؟ اقول لها جبنه تركي. قلت لك فيه انت ليك الحاجه الاخر هتطلع. تمام. تمام. تطلع لا الله ينور، تبعت لاختها. انا معايا فيديو يا ريتني وريته لحضرتك، في العروسه واخت العروسه وخاله العروسه وبنت عم العروسه، الاربعه وقفتهم بشعرهم كده، كان معايا والله الفيديو ده، سيرتني وديته لك، وبعد كده بشعرهم وهو ناعم حرير. ليه؟ هم عارفين شغل شكله ايه. هرجع لك في الشعر الحرير، وهرجع لك في الفيلر والبوتاكس لان الموضوع ده مهم، بس انتقل للمتميزه اللي معانا الميك اب ارتست. عايز اعرف من حضرتك الواحده اللي بتعمل ميك اب، تمام؟ وفجاه الميك اب يتشقق ويسيح من اقل حاجه، ازاي الواحده ما تخليش الميك اب بتاعها يحصل له تشققات وفي نفس الوقت ما يسيحش؟ ما احنا قلنا الاساس لازم ترطيب وتنظيف بشره. يعني السر في ترطيب البشره؟ اه ده السر. واهم حاجه الماتيريال اللي هتستخدمها. طبعا لو اي بنوته بتستخدم في البيت ماتيريال نفسها، فهتحط ترطيب وتنظيف بشره، وهتستخدم الفونديشن مثلا اللي هو قليل بتاع اي بنت في البيت مثلا، بيبقى بيبي سوبلا كلر دوت سوبلا كلر ده بينفع مثلا لسواري وبينفع لشغل كده. انا بشتغل بيه سواري وبشتغل بيه العروسه بس اللي بشرتها رايقه. تمام. طيب يعني ما فيش حاجه معينه انتوا بتثبتوا بيها، ولا هو الترطيب والماتيريال؟ البرايمر ده لازم بيتحط، بس برضو ده بيبقى مثبت. بس اولا بيبقى لو برضو المثبت اتحط على البشره وهي بحالتها كده، برضو الميك اب مش هيثبت. تمام. معانا فيديو معمول فيه ميك اب يعني وجميل جدا، عايزك تقول لنا ايه اللي مستخدماه في الفيديو اللي معانا. ماشي. السواريه دي كانت سواريه، طبعا هي ما عندهاش جفن فوق عينيها، فطبعا الجفن دوت احنا لما بنعوز نوسع العين بنستخدم ايلاينر مفتوح، وبعد كده بنستخدم كونسيلر او قلم ابيض جوه العين في الحرف. فطبعا بنحدد العين بايلاينر من تحت بس من بره مش من جوه. تمام. عشان نوسع العين. تمام. يعني انت موسعه العين بتاعتها بالايلاينر. أيوة. الايلاينر. وايه تاني؟ طبعا الكونتور دوت للبشره اللي هي مثلا في بشره بتبقى مليان، يعني وش مليان شويه. طبعا احنا بنسحب الكونتور، فما بنيجي نسحبه ما بنسحبوش مثلا الخد كده، لا احنا ممكن نسحبه على تحت. تمام. طيب عشان ينزل الخد شويه. تمام. طب عايز اعرف من حضرتك لما بتيجي تعملي ميك اب لعروسه بتختاري الميك اب بناء على ايه؟ طبعا انا بشوف اللوك ده هيبقى ماشي معاها. يعني عشان الميك اب للعروسه بناء مثلا على حجم وشها، بناء طبعاً على هي بتيجي تقول لك انا عايزه مثلا ميك اب لا يا بص ممكن تختار الدرجات، يعني في واحده عايزه فاتح واحده عايزه غامق، فدي الدرجات دي في ايديها هي ماشي. لكن انا بشوف اللوك ده اللي هيمشي معايا، عشان طبعا بيمر عليا كتير، فانا ببقى عارفه دي هيمشي معاها اللوك ده. بنسمع بقى عن الميك اب والنو ميك اب، الميك اب الكامل والنو ميك اب. عايز اعرف من حضرتك ايه هو النو ميك اب وايه هو الميك اب الكامل. بص النو ميك اب دوت اللي هي ممكن تحطي عادي ترطيب وفونديشن، بس ما تستخدمش طبعا كونتور كتير، بيبقى في السوارهات يعني مثلا رسمه العين برضو بتبقى عاديه جدا زي اي بنت بتبقى خارجه، يعني زي مثلا انا كده. تمام. الرؤوس البيضاء والسوداء اللي بتبقى في البشره الدهنيه بتتعاملي معاها ازاي؟ ديت بيبقى ليها طبعا ابرة جذور بتشيل الرؤوس السوداء، الابرة الجذور دي. تمام. وبعدها بنستخدم ماسك بيقفل المسام، عشان ما ينفعش نسيبها كده والمسام مفتوحة، ان الابرة الجذور دي بتفتح المسام،
فلازم بنقفل المسام بعدها، وبعد كده بقى بنشتغل بترطيب وتفتحات، بس ما ينفعش نشتغل بعدها بماسك اي ماسك تاني غير ترطيب. بعدها بتاني يوم بقى نبدا ان احنا ايه نشتغل بماسكات، ما ينفعش في يوميه عشان ساعتها الوش البشره بتتجرجح. استاذ صبري، حضرتك قلت لي ان الفيلر والبوتاكس اعلى من البروتين، طب ليه بتستخدموا البروتين ما بتستخدموش الفيلر والبوتاكس؟ انا بقول لحضرتك، اعلى في السعر، بقول لحضرتك اعلى في السعر، انما ده ليه شغل وده ليه شغل. الفيلر دوت اسمه فيلر، يعني ايه؟ فيه يعني حاجه بنملاها، زي مثلا في واحده بتعمل فيلر للشفايف عشان تملاها، فيلر للخد عشان املاها. الفيلر ده شعره فاضيه من الصبغه ومهلوكه وبايظه فاضيه، يعني الشعرات زي صبعي لا رفعت خالص من اللي هي فيه اتبهدلت، فانا عاوز املى الشعرايه دي، فبملاها ايه؟ فيلر. اسمه فيلر عشان بيملى، ماشي. ده شغله للشعر المهلوك، الشعر البايظ خالص المتدمر، ده الفيلر. عشان حتى ممكن لما اجي اعمل الفيلر ده ممكن من اول جلسه ما يدينيش الحرير قوي، لان في حاجه انا بعبيها. طيب يعني نقدر نقول ان استخدام البروتين للشعر الكثيف، الفيلر للشعر اللي هو ايه؟ المهلوك خالص. المهلوك. طيب. بتقول الصبغات مضره للشعر، طبعا. عايز اعرف الصبغه مضره للشعر يعني ازاي وسريعا عشان الوقت. حضرتك الصبغه مضره للشعر عشان الاكسجين، هو الاكسجين بس هو اللي بيضرها، ماشي. تمام. ويا ريت بقى عشان العروض وكده يعني، فهي كده يعني. عارف ان حضرتك عامل عرض بمناسبه الترند ومناسبه الحلقه، معاك الكاميرا وقول العرض اللي حضرتك عامله للساده المشاهدين. العرض بقى احنا عاملينه بسبب الترند عشان نفرح الناس بتوعنا. ميك اب الفستان بتاع البدله، القاعه بدله العريس، الاستوديو كامل، كل ده بالقاعه بكله 20,000 جنيه. كل ده ب 20,000 جنيه عشان نفرح الناس بسبب الترند بتاعنا اللي احنا خدناه ونفرحه عرايسنا. خبير الشعر يعني انت شرفتنا ونورتنا صبري يوسف المتميز. الله يكرمك. وبجد نورت برنامج حلم حياه. الميك اب ارتست اسماء صبري شرفت ونورت برنامج حلم حياه، وسعدنا جدا بيكم، وان شاء الله لنا حلقات قادمه نتكلم فيهم عن الشعر والميك اب، وشرفتوا ونورت برنامج حلم حياه. اعزائي المشاهدين كنتم معنا في برنامج حلم حياه، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه. احلم ده الحلم هي مجرد حلم حياة، احلم ده الحلم طوق نجاة، احلم ده الحلم احلم ده الحلم هي مجرد حلم حياة.